كل التحية للمستشار القاضي الجميل والصديق العزيز والوطني ابن الأصول، دايما بحب أقول على آل رمزي ولاد أصول، عشان هم يعني بيقدموا حاجات حلوة جدا جدا لمصر، كلهم في مجاله، يعني في القضاء وفي التشريع أمير رمزي، في الفن والجمال والقوى الناعمة هاني رمزي، وفي القضاء والمحاماة والدفاع عن الفقراء والدفاع عن المستضعفين والمظلومين دكتور إيهاب رمزي. بحيي مستشار أمير رمزي على كتابه. احنا دايما متعودين نقول أعداء مصر الثلاثة اللي هم الفقر والجهل والمرض، لكن مستشار أضاف إليهم عدو خطير جدا وهو الفوضى. الفوضى يعني عدم النظام وعدم احترام القانون وعدم احترام الآخر، عدو فعلا حقيقي من أعداء مصر. الحقيقة أنا دايما لما بتكلم عن المستشار أمير رمزي بقوله لأن الجهل هو اللي بيجيب الفوضى، والجهل بيجيب المرض، والجهل بيجيب كل الأضرار المجتمعية اللي بنعاني منها. بحييه جدا على الكتاب الجميل ده، وإن شاء الله عقبال الكتب القادمة بإذن الله.